أهلا وسهلا إخواني أخواتي، أينما كنتم في لايف جديد الإجابة على أسئلتكم. مرحبا بكم مرة أخرى، ديروا بارتاج ومرحبا بالأسئلة ديالكم كيف ديما. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالإخوان أخوات. يبغى يخلي شي سؤال محضر. بارتاجيو معكم الإخوان. غيتها ما يبدأ. أهلا بين سبور، أهلا وسهلا، أهلا سي أمين. تليفيز فين القاد دوريجين خويا؟ هاد الساعة ما لقيناش. وعليكم السلام بوشتا. بارطاجيو لينا اللايف إخوان، بارطاجيو باش ما يبقاش يطيح بحال ديك. عدي تقريبا 40 دقيقة باش تعرفوها. الصوت بدا مزيان ياك؟ ما كاينش شي مشكل. اخ سلام بوشتا خويا بين سبور، سول مع راسك ما جاوبتكش هنا. سير الخاص غطلع لك اللي هاد الخضرات ما كنجاوبش حكم العمل. يا اخواني خليو الاسئله ديالهم في الواتساب، راه فاش كتمشي للخاص كتجيك الرد اوتوماتيكي في الواتساب. ما تسنانيش نجاوبك سير بلاص بعد الخطرات. قنوات ناقلة كأس العرب للأندية خويا، كاينة اس اس سي ديال السعودية غتلقاها في الاي بي تي في، وكاين شي قنوات تنقلو شي ماتشات. جي تي ميديا كومبو حسين. شنقول لك اخويا، كاين عند شي ناس كي تشكاو منو شويه، ولكن حكم تجربه ما جربتوش عندي بالضبط. كيقول لك لا ناقص كي تبلونطان وخدام، ولكن ما نقدرش نحكم عليه انا اللي ما جربتوش. عمر كاينين شي قنوات اخويا، شي قنوات في بدر باغي نقولوا شي حاجه، ولكن ماشي الماتشات كاملين. اي اخويا ديما شي انفيرت او مقلد او كوبي، بعد راه كيكون كوميم احسن من دوك لي في السوق دوك اللواقيت العاديين. عاجبك الشي اللي قلت لك؟ انا كيتشكاو من هذيك جي ميديا، ماشي برو ياك؟ ماشي برو هذيك، بزاف الناس مشات ليهم لافيشور خويا رضا، ماشي انت، بزاف الناس مشات لي من لافيشور. سلام، ممكن حل؟ انا عندي ميكسور جامع صاد مع تي ان تي، لكن حيت كنطفي الجهاز عادي كتشعل. عندك اخويا التلفازة غتكون شوية قديمة اخويا محمد، لا ماشي من الفيرسيون الجديدة ياك. هذا هو اللي كاين، هذا هو اللي كيكون وقع لي انا. انت كتفر ريسيبتور عاد كطلع لك تي ان تي، تما كتكون تلفازة بلازما او ال سي دي بعض الخطرات. ما كتبقاش بزاف هاد القضيه، ماشي بزاف كاع قليل. كتكون تاني حتى المشكل ديال
الميكسور كيكون ناقص حتى هو شويه، ماشي بحال دوك لي مارك اللي كنخدم بهم انا، كنقولها لكم بزاف. وهاد الماركات هي فاش كنكون انا شاد الخدمه كنقدر راسي كنخدم بيست، اما فاش كيكون كليان كيقول لك انا نجيب السلعه او على قد الحال، راه كتعطيه وكتخليه هو يتكلف. عبد المنعم مازال اخويا في اوتيسات 21.6. خويا رضا ديك راه شتيه عندي، اللهم بارك لي، شتو عندي انا في الفيديوهات ضاربه دابا تقريبا طالعه في 2 عامين، وكاع لي زاباري عندي انا بقاو. هادي راه ضاربه، هادي ضاربه عندي من 2015، هادي من 2015 باقا خدام، خاصها الشهر غنشارجيها. وهادي باقا من هادي قبل منها من 2013، 2013 اس ام ماشي جي ام، وهادي اس ال 200، هادي من 2015 هادي، وهادي 13، وهادي الى الابد. كيبقاو الاحتفاظ غالبا هذاك كطيح لك، ولا الشتا والغبره هما اللي كيسببوا فيه المشاكل، خصوصا الا طاحت كطيح بزاف. في بين سبور بالاي بي اخويا ولا الفوريفر، ومنين شريها الله خويا؟ كاين واحد كاين واحد الباج مولاها كاين في تطوان هو اللي كيبيعها. واش باقا عندي تصويره؟ الا كانت راه تدوز تصيفط ليا في الواتساب، باش تعرف الواتساب غتمشي للخاص غتجيك النمره ديال الواتساب. فممكن نشغل لي القنوات؟ لا خويا الفي بلس ما فيش الميلتي ستريم. مرحبا خويا احمد من ايت عمير، ايت عمير ياك، نديرو بارطاج اخوان، نديرو بارطاج راه كنشوف اللايف شويه نوبه نوبه، راك عارفين بارطاج راه هو اللايف. سلام خويا الله يعاونك، وسمح لي نسولك عندي ريسيبتو تيكر نيكس على لي سيرفر فانيلا. خويا بلا ما تعاود فانيلا، اي ممكن تعاود الكود فيه 8 ولا مع 10 الارقام ولا مع 12 رقم، ولكن ما غي نضيكش باش تبدل القمر ديال بدر. بدر هو سهيل، هو نفس البوزيسيون 26 26، سهيل ولا بدر، كاين اللي كيبقى يقول لي سهيل وكاين اللي كيقول لي بدر. شي شوية البارتاج ولا لي جيم الله يخليكم. مرحبا خويا رومانسي، صافي خويا الله يحفظك، مرحبا خويا. المهم واش ممكن تيليشارجي الاي بي راسك؟ ايه لا عطاك السيد اللي غتعامل معاه يعطاك الفيشي ديالو ولا الكود ولا اللي السمية والمود باس والبور، اي ممكن تشارجي راسك على حساب النوعية. بالنسبة للي كيتشارجاو بالماك ادريس ديال التلفزيون خاصك تكون عندك السيت كتدخل ليه، راه موجود بحال ديال سمارت اي بي تي في، ولكن يكون عندك فيشي باش تشارجي. مورا مروان 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 خود اخويا شي حاجه فيها فوريفر، انت شي حاجه فيها فوريفر. انا واحد اس اس في بدر كيخدموا ولكن اوقات مباراه كيتسدوا، هو راه عادي جدا خويا هشام، عادي جدا داك السيستم ديالهم، حيت هما اصلا
مدفوعة، عارفش ما كيكون شي حاجة قرات ولا كيطلقوها. عبد العزيز تحياتي. بارتاج علاش كتشوفوني ما كنشوفش هنا؟ كنقرا في البيسي، كتبان كتبة كبيرة يقول لك ما كتشوفش فينا. كنقرا لي كومونتير ديالكم في البيسي، كتبان شوية مزيان. واش كاين شي ريسيبتور كيفتح اماطو من غير فوريفر؟ كاين سي سي كام جراتو ولا مدفوع، وكاين تاني سيستيم اللي كيخدم في الفي بلس سوفت كام. ناقلينها ولكن غتكون وقيلة كريبت يا خويا رومانسي. خدامة في العرف سات، ولكن شوف واش غيكونوا ناقلينها جراتوي ولا غيسدوا الماتش. حطيت لكم انا القنوات، ما قلتش لكم جراتوي. شحال من واحد علق عليا في هذاك فين منقول كأس العرب، عطيتكم القنوات اللي غينقلوا بعد الماتشات، ودرت لكم اس اس سي، ولكن هما تا هما في السيت ما قالوش مدفوع ولا مجانا. غتلقاو البوستر باقي ما مسحتوش، يعني فين عطيتكم القنوات بحال كأس العالم، عطيتكم القنوات هادي غتنقل جوج، هادي غتنقل خمسة، هادي غتنقل ستة، هادي عطيتكم القنوات اللي كينقلوك. ما كتفرج هنا كتمشي تفرج هنا، ولكن واش بالمدفوعة ولا جراتوي ولا مجانا؟ اوكي، انا ما كاتبينش حتى هما باش نكتبها. فاش كدير البحث في المواقع ديالهم كتلقى المسائل ديالهم، ولكن ما كيقولش لك شحال ناقلين وشحال ديك الساعه باقين، ولكن مؤخرا عاد نتاكدوا. فور ايفر ديال 150 عندنا حنايا هنا. خويا نفضل لك انا الفي بلس. حسان في بلس، جمال رضا، ويا خويا ما كنتش هنا، راه كنت خارج شويه جديده، راه لقيت فاش كتشوفوني داير اللايف. يلا كندخل كنستابيليزا وكنجاوبك، حيت انا باقي نيت باقي تصيفط لك شي حوايج تتجربهم. واخا سي سي كام كاينين بزاف ديال الريسيبتورات اللي فيهم سي سي كام، خصوصا سامسات ايكولين غتلقى فيهم، راه أغلبية باقي فيهم. لا لا ما كيناش باقي، ما دايرينهاش، ولكن كاين واحد القمر ولكن صعيب تشدو في المغرب، يمكن 68 درجة شرق، 68 ولا 72 ما متأكدش منه بزاف. تعرفوا أنا ما كيتشدش عندنا هنا بزاف. السيرفرات كلهم مزيانه ليهم التعبئه، خاصه الريزو يكون ناضي، فهمتي؟ ما كاينش مشكل في التعبئه مع السيرفر، ما كاينش مشكل بارطاج من تليفون، ما كاينش مشكل. بالنسبه للاخوان كيسولني عبد الرحمن على الاي بي والسيرفر، الاي بي خاص تكون عندك الكونيكسيون ستابل وناضي، هو من الاحسن. اذا كان عندك الاي بي من الاحسن، ولكن ما نضمنش لك اخويا الاي بي مع الانترنت. هذا هو الاشكال اللي كنطيحو معاه هاد الكليان، كيقول لك اي بي خدام مع فلان، فلان عنده عنده الفيبر، او مثلا عنده لا دي سي ال ديال 12 ميجا راه تخدمني الا كان بوحدو في الدار. الا كان عندك روتور طونفيل حتى ديال 250 درهم راه كيعانيو منو، لا دار اي بي
و 250 درهم يقدر يكملها لك في 3 ايام ولا 4 ايام، 5 ماتشات. المشكل كيبقى عندك غير في الكونيكسيون بالنسبة للاي بي. وثانيا الا كانت عندك لابونمون ديال اتصالات مثلا ديال جي سي ام ديال التليفون، لابونمون غير محدود، بارطاج ديالها كيخدم كذلك الاي بي مزيان. احسن نوع في التلفازات القدام سوني، سوني قديمه، ال جي قديمه، سامسونج قديمه، ولكن تكون ال سي دي. شكرا لكاع اللي كيدير جيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوان، واش كاين شي تحديث جديد في القنوات الاسبانيه غير شغاله؟ واش كاين شي تحويل فوريبر انه يكون بخير؟ جاوبونا سيرو القنوات غير خدامه وشكرا. ايكولين ميراك، هذا المشكل كاين في هذا الريسيبتور عندك اخويا جولال، حاول تسنى ولا قلب على الميزاجور ديالو واش كاين ولا لا، واش دخل عندك الميزاجور او اللين ولا لا، حيت ماشي كلشي كيكون عنده مشكل، كاين اللي على حساب الاجهزه، على حساب لي بروسيسور، على حساب الداتا ديال الريسيبتور. اوكي، كاين اللي كيقول لك خاصك تدير ميزاجور عادي كيخدمو، وكاين اللي كيكون مشكل من الشركه. الباز سيدي محمد، وجد راسك الجمعه ولا السبت والحد عندكم، المهم غتكون السبت سنش الطريق بحول الله. الوداد 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 قدر تكون بدر ناقل شي قناه في بدر غراتوي، قدر ربما عند كيكتبوا ولكن ماشي نعطيكش 100%، بعض الخطرات راه كيكونوا عندهم موافقه و تيجي حتى الاخر، و بحال اللي وقع بزاف خطرات في الماتشات في كاس العالم كيقول لك غنقول لهم بين سبور غرات، و كيجي حتى الاخر لحظه ما كتوافقش هاد الشركه ولا ما كيوافقش هذا مع هذا ولا هادشي، معروفه تجارتهم كيتفاهموش. الحساب سيرفر اخويا مروان شحال اش من سيرفر فيه 300 درهم والاي بي لي فيه، قلت لكم فيديو اخويا العربي قلت لكم شحال هادي، قلت لكم وجدوا الهوت بورد، وجدوا الناس اللي ما عندهاش هوت بورد وجد الهوت بورد، الهوت بورد ولا بغى يزيد مثلا طور ولا بغى يزيد مثلا هيسباسات ولا استرا 4. اوكي، أسترا ما يبقى فيها والو والو. المهم ديروا هاد النصيحة عندكم وعقلوا عليها. المهم هاد اللايف ديما راه كيبقى 30 يوم وكيتمحى، اللايفات اللي كندير باش ما يعمرش اللايف كنحطو كيضرب 30 يوم وكيتسيبريما اوتوماتيك. المهم راه ديجا كاين واحد الفيديو قلت لكم حاولوا ديروا الناس اللي كويريه ولا عشاق الكره ديروا مثلا الهوت بيرد، حاول ضب على حسب منطقه لك في الشمال فوق، شوف شي بارابول مترو 10 مترو 20 ولا لقيتي كاع مترو 40 من الافضل جميع انحاء المغرب، مترو 40 مترو 40 كنركب فيه انا، راه ديجا شفت واحد الفيديو كندير فيه كندير الهوت بيرد هو الوسيط، وكيولي النايسات واسترا والهيسباسات على جهة الشرق، وكيولي استرا وبادر واسترا 28 حتى هي كذلك
عصر 28 لان فيها القنوات الانجليزيه والهنود كتولي على الغرب، العكس المسطره معروفه كيولي العكس. هادي مهم عصر 28، وعندك بدر، عندك بدر، وعندك الهوتبرد، وعندك الهيسباسات، وعندك الطور، هادو اللي كيبغيو كوره. خويا محمد لقيتي إلجي، كانت عندك المادة أكثر دير سوني، مهني الوقت إلا بغيتي بكاليتي مزيانة، يعني ديك لي كارت جرافيك تا غتفهمني، ولي كارت لاليمونطاسيون، ولي ليد ديولها، واليو اش دي ديالها، والكارت الصون ديالها، الصوت، الصورة، ولاليمونطاسيون، البروتيز، والكاليتي سوني. كون اخويا في بدر، بدر اللي عنده الاي بي راه غيتفرج. وكاين تاني بعض مواقع بحال سبورت 365، ديجا حطيتو ليكم موقع راه حطيتو ليكم في داك البوست اللي قلت ليكم ها في منقول كأس العرب، قلتو لي غتلقى واحد السيت تما غينقلو. لا فان كام ما فيهاش طور، كاين طور فوريفر اللي فيها الطور، و سوفت كام و سي سي كام جراتوي ولا مدفوع. مروان قلت لك الطايجر ب 300 درهم على حساب السيرفر ولا حساب واش فيه الاي بي ولا فيها السيرفر، واش من سيرفر فيه؟ خويا فريد درتي روشيرش اوتوماتيك، خاصك دير روشيرش مانيوال، فاش طلعوا لك ديال ايطاليا درتي روشيرش اوتوماتيك. ديما الاخوان اللي عندهم ملتي ستريم وما كيطلعوا كيشد القمر وكيشد الاتجاه مزيان كيضبطو، ولكن ما ديرش روشيرش اوتوماتيك ولا بلاياج ولا اعمى ولا عشوائي. اغلبيه الملتي ستريم، ماشي اغلبيه، الفريكونسات ديال الملتي ستريم كيدخلوا مانيوال، عقل عليها الدريس، راه كاتبه لكم ما هي خاصيه الملتي ستريم وشرحت لكم كلشي وتكلمت فيها. الملتي ستريم لي فريكونس ديالو كيدخلوا مانيوال، وحاول تضبط لي فريكونسات مزيان. لينو عليك اخويا بدر، لينو عليك، عواشرك مباركة اخي العزيز، لينو عليك. فيه فورايفر مزيان اخويا مروان، لكن فيه فورايفر توكل على الله. فهمتيني اخويا فريد؟ ملتي ستريم ديما عقل لا دريس، ملتي ستريم ديما القنوات ديالو كيدخلوا مانيوال. محسن صافا خويا الله يحفظك، بارك الله فيك، الساعة الحمد لله ونشكروه. مرزوق قلت لي فين غبرتي، سول الاخوان واش انا غابر، ديما كيشوفوني فوق السطوحة ولا فوق شي قهوة ولا فوق شي اللايف. راه اللايف قليل كنجي مهلوك، ما كنقدش، كتكون ضارب الطريق ولا كنكون خارج خدام، راه الله يحسن العون. مرحبا خويا مروان، الله يكبر بيك، فكرني في واحد الدري الله يرحمه والدرب مروان. بارتاج، كاين اسئله لا والو، ديروا بارتاج، ديروا جيم بارتاج باش نبقاو نديروا لكم اللايف. اللايف كيعاونني حيت كنشوف كيجيو الاسئله بزاف، كدير لهم لايف بعدا راه كيستافدوا هاد الاخوان. كلشي مزيان اخويا مايسترو، الله يكبر بيك. طريقه ادخال كل ترددات نايسات ريسيبتور بين سبور، كاين الشرح عندي اخويا في الفيديو، عندي الشرح في الفيديو هنا في الصفحة وفي اليوتيوب.
مرحبا اخويا محسن، هذاك الشيء اللي بغينا احنا، بغينا كل شيء يستافد. قلت لكم ديك النهار طرحت عليكم واحد السؤال في اللايف، قلت لكم ما هي التزكية ديال الحرفة. كان جاوبني واحد الاخ في تعليق في واحد الفيديو، قال الغد عاد جاوبني الحرفة ما عندها ما كتخرجش فلوس ديالها بحال بيع وشراء بحال هذا، كاين عندي حاجة بعدا اللي كتزكي عليها بواحد الطريقة. عندك ستار سات كنتفرج في عصرة مبقى فيها والو خدام راك الله لقيتينا كنهضروا عليها اخويا اسماعيل. قلت لهم استرا حاولوا تبدلوها بالهوت بيرد، ولا كانت عندك ميستارة زيد الهيس باسات وزيد الطور وزيد استرا 4 اللي كاينة حدا الطور تا هي. خويا من احسن اخويا بلال خليها مديزاكتيفيا، فهمتي؟ كاع اللي عنده الكاميرا في التلفازه يدير عليها سكوتش بحال بيسي من الاحسن، فهمتيني يا بلال؟ من الاحسن ومن الافضل سكوتش كحله على الكاميرا كترا اللي كنتي الا كانت كونيكتي بالريزو يعني داخله لها الكونيكسيون، من الاحسن تسكوتشي الكاميرا وديزاكتيفيها ما عندك ما دير بيها. هادي كنخدموها حنا مثلا في شي ادارات بيروات بحال واحد في التصويره شتوني مركب واحد التلفازه كبيره هذيك 85 بوص في واحد البيرو فيها كاميرا، الدور ديالهم كيديروا لي غيون يعني اجتماع اونلاين مع الفرع ديالهم او مع شركه الام ديالهم، هذه هي الطريقه، وكيديروا مكبرات الصوت وكيهضروا مع بعضياتهم وكيستافدوا. راك تشوفوا هادشي عارفين ودير اونلاين دونغل خويا والو اطلس طبسي 90 واش مزيان في بنقرير، شنو باغي تشد في بنقرير اخويا مروان؟ شنو اتجاه هو مزيان مايسيت استرا طور خدا هاي سباسات يشدها، لكن الهوت بيرد و اوتيسات 21.6 ولا استرا 28 شوية صعيبة، ولا اوتيسات 10 16 دوك اللي كيكونوا فيهم فيدات ولا كيكونوا فيهم ميلتي ستريم صعاب شوية. بارك الله فيك اخويا محسن بارك الله فيك، شكرا بزاف. انت راديو يبداو انت راديو يبداو دوريات كرة دوري وش البطولات ديال تشامبيونز ليغ بطولة ديال المغرب شنو مثلا كيبداو شهر 9 امتى غيبداو الراديو يبداو الراديو قدر ما ينقلش نختار اصوات ولا هذيك مارس. بارك الله فيك خويا نبيل جبران بارك الله فيك شكرا الله يسر امور الجميع. اخويا الدونغل غادي يدير لك العصاب فهمتي، الدونغل غيدير لك العصاب. واحد الشخص سولني قبيله قال لي واحد القنوات كيخدموا واحد فتره وفتره لا، قال لي ناسيونال جيوغرافيك وداك الفريكونس ديال 11411 هوريزونتال 30000 كيخدم واحد الوقيته وواحد الوقيته لا. لا كان هذا المشكل كيوقع لك بالنهار بدل الكابل، كان كيوقع لك بالليل بدل الراس صافي. غادي يبداو البطولات، البطولات كيبداو في شهر 9
أما كأس العرب راه بادي، الأندية بادي، كأس العرب غيبدا غدا. غدا لعبة وقيلة الوداد، بقات واحد 3 دقائق الاخوان. نقول لكم بعدا تصبحوا على خير، الله يسخر الامور جميع. الانجليز كيبداو شهر 9، البطوله ديال الانجليز كتبدا شهر الاخر ديال شهر 8، بعد الاخر ديال شهر 8. اوكي الاخر ديال شهر 8 كيبداو. بغيت ناخد كاميرا خارجيه تصوير بدقه جوده عاليه 10 متر 100 متر، شنو ماركه اللي مزيانه؟ كاميرا خاصك بعدا الدي في ار ديالها، وغتاخد سبيد دوم، عقل عليها سبيد دوم، كاميرا اللي كدور سبيد دوم كتكون فيها تل 12 ميجا، كاينين 12 ميجا في سبيد دوم كتجبد لك، وكاين كتار ولكن كنديرهم في شركات عملاقة. سبيد دوم اللي كدور خاصك الدي في ار ديالها تا هو يكون مجهد، والكابل يكون سمارت، الدقة والفعالية، ولكن كاين الثمن. 100 متر قدرت تاخد مثلا 8 ميجا فيكس، 8 ميجا فيكس، تكون قاع تكون دوم ماشي سبيد دوم. سبيد دوم هي كدور، ودوم هي اللي كتكون بحال كورة ومتكية كورة، وكاينه ايطونش اللي كتكون عاديه، هذيك اللي كنقولوا حنا ايطونش، كاين الدوم وكاين سبيد دوم اللي كدور. اشرف غتشوف بدر لا كاين شي باراك، هي الاي بي والاس اس سي السعوديه هاي نقلو. واش بين سبور خدامين كاينين اخويا فرنسا؟ كاينين في الهوتبورغ، كاينين في الهوتبورغ فرنسا حاليا، واش خدامين؟ ما مجربش انا الهوتبورغ حاليا، ولكن انا ديجا عارفهم كانوا خدامين. استرالي ما خدامينش فيها. اسماعيل وبلال ياك، راه قلت لك دابا بالنهار قلتي خويا علاش السينيال كينقص بالنهار وكيتزاد بالليل، والحل باش يبقى ثابت الكابل عندك، الكابل عيان كضرب فيه الشمس كيسخن. علاش قلت ليهم الا لقيتيني وقيلا قلت واش حضرتي ولا ما حضرتيش، قلت ليهم الا كان كيمشي ليكم السينيال بالنهار وكيرجع بالليل بدل الكابل، ديك الكابل هي كضرب فيه الشمس. شوف شي واحد يكون صحيح كابل مزيان، ولا بروتيجيه يعني دير ليه القرجوطه ولا التيو كما كنقولوا حنا، كتلقى دايز على شي فرصاده، وديك الفرصاده كتعطيها الشمس، كتجيها شي شمس مزيان، خصوصا هاد الايام الله يحسن العون راك عارف. هذا مكان كان كيمشي بالليل كيكون الراس، هادي كنهضر معاك على تجربتي انا، واحد اخر الله اللي يقدر يجاوب شي جواب اخر. تجربتي انا السينيال كيمشي بالنهار كنبدل الكابل كيتستابيليزا، كيمشي لي السينيال بالليل كنبدل الراس كيتستابيليزا. هذا ما كان شي تليفون ولا بلون نوار وبقيت تنعس. بروغرامي التليفون تاعو ماركة مزيانة خويا سعد رجاوي، غتاخد هيك فيزيون 5 ميجا، عقل عليها هيك فيزيون 5 ميجا، وتكون في الكاميرا في الكرطونة 30 متر، انت هو اللي كاينة هي الأصلي.
الكوبي راه تلقى فيها 20 مترو، والاصلي كتلقى فيها 30 مترو. اوكي، هادو راه مزيانين بالنسبة لك انت، 100 مترو راه مزيانين عندك. يلا الاخوان اعانكم الله، اللي باقى شي حاجة غدا تاني راه نتلاقاو. تحياتي اينما كنتم، والله يسعدكم والله يسخر لكم أمور. وشكرا بزاف كاع اللي كيدعمنا واللي كيبارطاجي واللي كيدير جيم واللي ما كيدير والو حتى هو. تحياتي.